نبرز معاك واهم عناوين الاخبار الموجوده في المواقع النهارده. الزمالك بيتحدى الانتاج الحربي الليله ولاستعاده الانتصارات. والنادي الاهلي بيختتم يوم استعداداته لمواجهه الاتحاد السكندري زعيم الصقر. في لفته مهمه جدا، اتحاد الكره بيقرر اقامه مباريات الاسبوع الاسابيع الثلاثه الاخيره في توقيت واحد، مبدا تكافؤ الفرص. واتحاد الكره بيلغي معسكر المنتخب في اكتوبر لنهايه الدوري قبل مهله الكاف. نجمنا اللي بنقوله من يوم مبروك كوكا بيتوج مع اولمبياكوس بكاس اليونان ويحصد الثنائيه الدوري والكاس.